عنه. هذه تونس، تونس الخضراء الذي يقولون تونس الخضراء، ولا خضراء ولا حمراء، ولا هذه تونس الجرداء، تونس الذي دمروها، تونس الإسلام الذي غيب فيها. وتأتي حيزبون شمطاء أنثى عنكبوت مجرمة تسمى مستشارة هناك في برلمان هناك، تطالب ان بمنع الأذان. لماذا؟ لأنه يلوث السمع، يلوث السمع. هؤلاء يعني كأن الأذان ميكروب، مرض خبيث يدمر. وهو يأتي وزير شؤون الدينية عندهم هذا المجرم الأباك، لا بد من الدولة تسرع في هذا، لأنكم تلوثون الأسماع، سماع الميكروفون أو الأذان يتعبهم. هذه حرب، حرب. لاحظوا في مصر خرج لنا المجرم زقزوق هذا، ثم التوحيد، ما يسمى توحيد الأذان. وهنا وهناك أبو رقيبة حمل الموضوع، سابق الجميع من في استئصال الإسلام. لكن هذه المرأة بهذا الفجور وهذا الإجرام، إنها تشبه الأذان بأنه يلوث الأسماع، وأن هذا الأذان يعني كأنه مكروه هكذا، ويصفقون في هذا البرلمان. هذه شيء زور يعني، ليسوا برلمان بالمعنى حتى الغرب، لا يوجد برلمان. هي مسألة تعيين من امرأة حلاقة معينة، مجموعة هكذا، كلها عبارة عن لا تعرف أين تونس. تونس هذه العظيمة التي كانت تصدر المشاهدين الكبار والعلماء الأبزاز، وهؤلاء من العقبة من فعل الماسري العالم الكبير، وثم اخيرا ينتهوا بابن عاشور رحمة الله عليه. كلها راح، ما تعد لي من الان. راحت تونس، راحت، اختطفوها، اختطفها مجموعة من اللصوص، اختطفوا هذه البلد. ولذلك لما صاروا على ماذا في منطقة سيدي ابو زيد؟ ما صاروا على ماذا؟ على الخبز، على الطعام، على الاكل. رغم ان هذا يعني الناس وصل الامر الضيق بها الى الحلقوم، لكنهم لا يستطيعون ان يجهروا بفأرهم للدين. لاحظ، الدين اقصي وغيب ويدمر يوميا، ويهان الاسلام يوميا، وحرب شعواء ضروس على الاسلام على مجرد الشعار فقط، على الحجاب او اي شيء. ورغم ذلك لم يثر الناس الا قليل، وهم يغيبون في السجون. ولكن الناس، عام الشعب، لم تظهر هذه المظاهرات الكبيره الا الان، بسبب ماذا؟ الناس خلاص تعبوا من الجوع. نعم، هو من حقهم من الناحيه الشرعيه، يجوز للفقراء والجياع يقوموا ياخذوا حقوقهم، نعم هذا حق لهم، كفله الإسلام أيضا. لكن القضية أنكم أيضا لم تثأروا لدينكم عندما اغتصب، لم تثأروا لدينكم عندما انتهك، لم تتكلم. وبعض الأحزاب السياسية تركب الموجة، تركب الموجة، هؤلاء تبعنا ويا جماهير التحل، أما أنتم الذين ضيعتم والذين بعتم هذه الجماهير التي قامت الآن وحاصر هذا الأفاق. ولولا المدد الفرنسي، ولولا المدد الغربي لهذا شين العابدين هذا والحلاقة امرأته هذه، صدقوني ما كان ما قام له قائمة. ولكن للأسف الشديد هذا الخرب الذي يكيل بمكيالين هو الذي يحارب هذه الشعوب المقهورة. وهذه ننظر إلى الجاليات التونسية، هؤلاء المساكين الذين يرمون أنفسهم أيضا منتشرون في أوروبا، ماذا هجروا أوطانهم بسبب التضييق على أرزاقهم؟ وحتى من يريد أن يظهر دينه فإنه لا يستطيع، فالناس يهربون. ونستغرب، صدقوني لو فتحوا في بلاد المسلمين، فتحوا الأبواب لهم هكذا، قالوا كل شعب يختار عايز يسافر اوروبا، صدق لم يبقى الا العواجز والارامل، ويكون في شك. وما اقول لك، لا كلنا البلد سترحل. لماذا؟ لو من كفرهم بهذه الانظمه، سواء بكفرهم من ناحيه الدينيه انهم يكفرون بهم لانهم يحكمون بالاسلام، او يكفرون بهم لانهم لا يحققون لهم اي شيء، حتى مجرد الحياه الكريمه العاديه هذه التي يحياها المواطن الذي يعيش في الغرب لا يحيونها في بلاد المسلمين. هذه فضائح وجرائم كبيرة جدا. هذه المجرمة الأفاكة، هذه الحيزبون، هذه أنثى العنكبوت التي تسمى مستشارة، هي التي تعلن ذلك، ولا أحد يرضاها، لأن الأبطال والأشاوس والعلماء ناموا وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة. ولذلك هذه الأصوات والخفافيش لا تظهر إلا في مناخ الزرار، ولا تشعر، ولا يظهرون في أيام الطهر. هذا الأذان يؤذيهم، لأن السفير الأمريكي يقلقوا هذا الأذان، السفير الفرنسي والقنصل وهؤلاء السياح الذين يأتون إلى بلاد المسلمين، هم هؤلاء لا يلوثون، هؤلاء يثيرون الدعارة علانية في تونس وغيرها،
من بلاد المسلمين لا يلوثون البيئة ولا يلوثون هؤلاء الذين يعني الأوساخ وينشرون الإيدز وكل الأمراض لا يلوث، لكن الأذان فقط هذه الشعيرة العظيمة التي تغيظهم وتقلقهم، هذه الشعيرة التي قام من أجلها بربروسا عندما كانت ترسي سفنه، وقلنا لكم من قبل كان عندما ترسي سفنه يأمرهم بأمرين، بأنه إذا طالما سفن الله كان يسميها كذا، طالما سفن الله راسية في أي منح في جنوة في أي مكان في 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 في, في إيطاليا أو غير ذلك في البحر الأدرياتيكي أو غيره، طالما سفن الله راسية فلا يصوت يعلو على صوت الأذان، فكانت النواقيس تمنع ويأتي الوالي أو الأمير في هذه الإمارة أو غير ذلك اللي هي الإمارات في السواحل هذه، يقدمون القرابين إلى الرجل العجوز المهاب بارباروسا ذو اللحية الحمراء، هذا الذي هو أصله من هناك من الجزائر ومن المناطق هذه، فيقول سمعا وطاعة، فكنائسهم لا تدق طالما هو نائم وطالما هو موجود وطالما السفن كانت راسية، ويأمر فقط الأذان فقط هو الذي يعلو، لا صوت يعلو على صوت الأذان، وهؤلاء يريدون أن يعيدوا الأذان، يريدون أن يعيدوا الأذان فيما في عقر ديار المسلمين في البلاد التي انتشر منها الإسلام. طب كيف دخل الإسلام إلى بقية بلاد المغرب وإلى الأندلس؟ ألم يدخل عن طريق مصر وعن طريق تونس وعن ليبيا وتونس وانت داخل؟ يعني إذا وقف عند تونس كيف كان سيصل إلى المغرب؟ كيف كان سيصل إلى الجزائر وإلى الأندلس وإلى هناك موريتانيا وغير ذلك؟ هذا الأذان يريدون أن يأذوا، القضية ليست قضية أذان وصوت وغيره، لا هي القضية حرب على الإسلام في أي مظهر من مظاهره، إلا ماذا يظهرهم من الحجاب، بس إذا حرمونا الحجاب انتهوا من الحجاب، انتهوا من النقاب، انتهوا من التعليم، حتى لا يوجد تعليم إسلامي ما يسمى الإسلام في, في, في تونس أو في غيرها من الدول هذه بالذات، وخاصة تونس التي تمشي على نظام الأتاتوركية هذه، ورغم ذلك لم يبقى شيء، الأذان هو اللي بيتعبهم، هذا الأذان رجل مسكين صوفي درويش أو شيء من هؤلاء هم الذين يؤذنون، حتى الدولة هي التي تعينهم، حتى هذا الذي مسكين لم يبقى من الدين إلا هذا الأذان يريدون، حتى المساجد ممنوع، مساجد الجامعات الزيتونة ومجمع الأشياء العظيمة للمساجد التي صدرت النور للبشرية هذه صارت مرتع للسياح وللعراء فقط، هكذا ممنوع أن تقام فيها شعائر الله، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقى القلوب. آخر خبر نخدم به إن شاء الله، هذه الجماعة الموبوءة في مصر تسمى الجماعة الإسلامية عن طريق مؤسسة